شربي شربي، انت ليش ما عم تردي علي؟ هلا انت هيك كل شغله بدك تعملي منها دراما؟ ما طبيعي، ما في شيء غريب عليكي، مجلوقه مدلعه مايعه. ولك انطقي. على فكره الحياه مو سهله ابدا. ها خدي اشربي. طلعي فيه. انت بتعرفي انه هذا كله حكي بلا طعمه، شهامه وحب يعملها جوزك، بتحليها معه بس يطلع. انتي بدك تبقي مرته؟ فيكي تبقي مرته، ما حدا له عندك شي، ولا حدا رح يجبرك على غير هيك. انا خايفة، خايفة يكون مفكرني نسيته، او اني درت له ظهري. استناكي تفيقي مشان نوصلك على المدرسة، بعدين بنروح مشوار كتير حلو نتسلى ونلعب. ماما معنا؟ لا حبيبتي، ماما ما فيها تروح معنا، عندها شغل كتير. ايه يلا تعي شوف شو بدك تلبسي. الو مرحبا جوري، اسف على الازعاج، معك سمهر. بس وين خزامه؟ بدي وصلهم على المدرسه وما حدا عم يفتح. ايه امر كانت معي من شوي وصلتها. ليش وين خزامه؟ بالبيت. لا ما في حدا بالبيت. لا بلا هي بالبيت، بس بجوز ما بدها تفتح. ليش شوفي؟ امبارح وصلنا خبر انه جوزها طلقها. طيب لا عم ترد على التليفون ولا عم تفتح الباب، ليكون صاير لها شيء؟ لا عادي، انا برايي تتركها ترتاح شوي احسن، اصلا انا اعطيتها حبه مهدئ. طيب ماشي، سلام. اهلي. استقالتك؟ ايه. انا بسوي نفسي اني انا ما شفت شيء. أباك تروح تقعد تهدي أعصابك ولا تتسرع في قرارك يا أستاذ سمر. أنا هادي وهذا قراري. بس أنت ليش مكبر السالفة؟ القصة ترى كلها انذار وينحط في ملفك خلاص. أنا هيك مرتاح. عن إذنك. Thank you.
اي شمس، كيفك حبيبي؟ ليكي خزامة ما أنا منيحة أبدا، جوزها طلقها، بدي إياكي تروحي تشقي عليها. أنت كيف عرفتي؟ هلأ مو مهم كيف عرفت، أنا كنت عندها ماشي. ليكي أنا ما فيني كتير أحكي، أمر معي. يلا حاكيكي. أوكي باي باي. برافو حبيبتي. هاي؟ اوكي يلا تعال. تفضل. بليز. بس تمام. مدام 499. اوكي. تفضل. بس تمام. لو سمحت. خزامة، خزامة، خزامة افتحي الباب. بتحكي لي حكاية قبل ما انام. حكاية؟ حكاية. طيب. حكاية. كان يا مكان بقديم الزمان لحتى كان في بنوتة كتير حلوة. خزامة افتحي. خزامة على القليلة ابعتي لي مسج قولي لي انك بخير، مو مشاني، مشان قمر. حاج تستعيري شخصيات، مو انتي، انتي مو هيك، مو هيك انتي خزامة.